نعم، وانتظر أكثر عندما يدخل التسليح الصيني لإيران كما هو متوقع بقوة، ويصبح من الصعب جدا على الأطراف الأخرى أن تواجه التسليح الصيني. يعني يصبح صعب جدا على إسرائيل أن تواجه التسليح الصيني، لأن هناك علاقات خاصة تربط الصين بإسرائيل. يصبح على أمريكا أن تواجه، صعبا أن تواجه التسليح الصيني حتى لا تخل يعني هذه كلها أنا أتوقعه مستقبلا نتيجة للتفاعل الكبير اللي حصل في العلاقات الإيرانية الصينية مؤخرا، واللي سينعكس ربما بشكل أو بآخر على عملية ضخ أسلحة صينية أو تصريف السلاح الصيني في السوق الإيرانية كما هو متوقع. نعم، أنا أتفق معك تماما أنه وجود تسليح كثيف بهذا الشكل مهمة الأساسية هو تثبيت النفوذ الإيراني بمواجهة ما تراه نفوذ غربي في المنطقة، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية إرهاب أعداء إيران أو أعداء هذا النفوذ إقليميا، يعني في داخل العراق، في داخل سوريا إذا وجدوا، في داخل لبنان، في داخل اليمن إلى آخره، إذا كانت هناك أطراف باقية لديها وجهات نظر مختلفة عن رأي النفوذ الإيراني وأصحاب النفوذ الإيراني، ينبغي أن يرهبوا أو يخوفوا، مثل ما حصل مع الكاظمي عندما أرسلت له قذيفة بسيطة على مكتبه وعلى بيته. طبعا لم يكن مقصودا أن يعني تم أذاه شخصيا، بقدر ما كان مقصود أن توجه له رسالة، ورسالة وصلت. وتذكر حضرتك الضربة البسيطة اللي وجهت على بيت الحلبوسي في القرمة لمجرد قضية انتخابية ووزارية وإلى آخره. هذا النمط من السلوك سيصبح معتاد أكثر فأكثر وجدا متواتر، يعني وهو لا يعني أي شيء استراتيجي مهم أو خطير بقدر ما يعني مجرد تصفيات سياسية وتصفية حسابات سياسية بسيطة. يعني هالإطار التنسيقي يريد لك وزارة بالحكومة وهو غير راضي على تعاون الحلبوسي مع مقتدى، فيرسل كاتيوشا او عفوا اي يعني ربما ما اعرف السلاح اللي يستخدم على هجوم على بيته بالقرمه مثلا. هذا سلوك سيكون متواتر ومستمر اكثر. ضرب المطار قبل فتره، يعني الجراه في هذا الموضوع، الجراه في الفوضى اذا صح التعبير، الجراه في هذا الانفلات تزداد يوما مع يوما بعد اخر مع تواتر هذا التسليح اللي انا اتوقعه سيزداد في المرحله المقبله.